زعيم أسماك القرش، حكاية من التراث الأمريكي. هل تعرفون جزيرة هاواي في المحيط الهادي؟ لقد سميت باسم هاواي نسبة إلى الأرض ذات الصيف الأبدي، فطقس هذه الجزيرة دافئ على مدار السنة، وفي قديم الزمان عاش الناس بها في رخاء معتمدين على صيد الأسماك والأصداف والمحار. كانت توجد أنواع مختلفة من الأسماك والمحار في المياه المحيطة بالجزيرة، وكانت توجد أيضا سمكة مخيفة تعيش في مياه هذا المحيط، وكانت تدعى السمكة كاي آل. أيها البشر، اتركوا هذا المحيط في الحال، هذا المحيط ملكي، إن بقي أحد منكم سوف أقتله بهذه الأسنان. لقد ظهر القرش، سمك قرش، نهرب، هاجموا هؤلاء الرجال الذين يقومون بجمع الأسماك. أمرك سيدي، أمرك. عانى أهل الجزيرة الكثير من كاي آل، فقد كان يأكل الكثير منهم. كان والد بونيا أحد ضحايا كاي آل، كان سباحا ماهرا وكان أكفأ صياد في الجزيرة. أوشك كاي آل أن يأكل أحد الصيادين، فتحرك والد بونيا سريعا لإنقاذه فأكله كاي آل. أنت الذي قتلت أبي، سأنتقم منك، سأنتقم. فكر بونيا بجميع الحيل للثأر من كاي آل. وجدتها. عندما يأتي بونيا للغوص التهموه كما اتهمنا والده. حاضر سيدي، حاضر. ولكن يا بونيا، كيف تمكنت من اصطياد جراد البحر هذا؟ لقد استخدمت عقلي. يجب ألا تقترب من هذه الأسماك ثانية. لا بأس يا أمي، أعدك بأن أقضي على تلك الأسماك التي قتلت أبي والآخرين من أهل القرية. أوه بونيا، ولكن يجب أن تحترس جيدا. حاضر. في اليوم التالي وقف بونيا على نفس الصخرة وانحنى باتجاه المحيط وبدأ يصيح قائلا: أنا بونيا، جئت لاصطياد جراد البحر.
لقد عاد بونيا ثانية. أيها الأتباع، يجب أن تأكلوا بونيا اليوم، أتفهمون؟ دع الأمر لي يا مولاي. هيا هيا بونيا. لقد حصلت على 2 من جراد البحر اليوم. القرش رقم 9 هو الذي ساعدني. ذلك الوقع بونيا ما زال حيا. يا اتباع، اصطفوا ولادوا بالارقام. هيا 1 2 3 4 5 6 7 8. رقم 9 لك بطن كبيرة جدا. مولاي، صحيح ان لي بطنا كبيرة، ولكنني لا اعرف شيئا. اقضوا عليه بسرعة. هذا مولاي، هيا بنا. ايها الاتباع، يجب ان تأكلوا بونيا غدا. صباح الخير، انا بونيا. مولاي، انه قوي، قمت بعضه فوقع لي ترسان. لقد جرح انفي فاحمر كثيرا. رقم 8 ساعدني. بونيا، مستحيل مستحيل. نادوا بارقامكم. 1 2 3 4 5 6 7 8. ثمانية، هذا أنا ذو النقاط الرمادية. هيا يقضوا عليه في الحال. هيا. وهكذا تم القضاء على الجميع ولم يبقى سوى واحد. إنه أمر عجيب، كلما قمت بعض بونيا سقطت أسناني. أترى؟ اسكت، إنك مزعج. شكرا جزيلا. القرش رقم 1 ذو العينين الصغيرتين هو ساعدني. صحيح، ان عينيك صغيرتان ايها التابع. اقتلوه. مولاي، انا تابعك الوحيد، لم يبقى غيري. هيا اقتل نفسك. هيا. حاضر. لقد مات جميع أتباعي. حسناً، إنهم لا يستحقون الحياة. أنا ملك هذا المحيط. كان كاي ضعيفاً إذا ما قورن ببونيا الذكي الذي أعدم جميع أتباعه وتركه وحيداً. فكر بونيا في عدة وسائل للقضاء على كاي، حتى استدل إلى وسيلة فريدة. إذا قمت بالغوص الآن سوف يأكلني القرش وتظهر دمائي على سطح الماء، فتأتي أمي لنجدتي. ولكن إذا قام بابتلاعي لن أتمكن من العودة أبدا. يا لك من بغيض، لن آكلك بل سأقوم بابتلاعك. حاول بونيا إشعال النار في فم كاي بواسطة عصاتين كبيرتين. أنا في مأزق، إذا أخذني القرش إلى الشاطئ سوف أموت. صحيح، سوف أخذه إلى الشاطئ وأقضي عليه. يا أهل الجزيرة، هذا هو القرش الذي قتل أبناءكم. أنت ولدي يا شرير، أنت الذي أصبت جارنا. أنا اقتلوا. هيا هيا هيا. لقد نجحنا وقتلنا القرش. يمكننا أن نوصف المحيط بأمان. كل
كل هذا بفضل بونيا. يحيى بونيا. أمي. وهكذا وبموت كاي آل تمكن أهل الجزيرة من الغوص بأمان في مياه المحيط، وراحوا يصطادون الأسماك والأصداف والمحار، وقام الجميع بالثناء على بونيا قاتل 11 قرشا بشجاعته وشدة بأسه وذكائه. سباق الغزل، حكاية من التراث اليوناني القديم. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قرية نائية في اليونان، عاشت فتاة تدعى ألاجنا، وكانت تجيد الغزل. اكتسب القماش الذي تقوم ألاجنا بغزله شهرة كبيرة، وبدأ الناس يأتون إليها من كل صوب لشرائه. عفوا، هل تريدني أن أصنع لك شيئا؟ لا لا لا، لا أريد القماش، أريدك أنت. نعم أنت؟ ماذا تعني بأنت؟ لا شيء لا شيء، معذرة. أوه أنت يا بيريوس. خذي، أهذا ما تريدين؟ أوه لم تنسه يا عزيزي. نعم أريد غزل قماش برسم الزهرة الجميلة هذه. من أجل زفافنا ها؟ كان بيريوس وألاجنا متحابين، حتى بدا من المحال أن يعكر شيء صفو هذا الحب الجميل. ولكن يأتي الحزن أحيانا من حيث لا ندري. كلما نظرت للقماش الذي تغزلينه أجده قد ازداد جمالا، حتى مينيرفا تعجز عن فعل ذلك. بيريوس يجب ألا تقول ذلك، مينيرفا هي الأفضل يا عزيزي، أليس كذلك؟ ولكن الجميع يقولون ذلك. بيريوس إنه جميل يا عزيزتي. شكرا يا بيريوس، شكرا. كان الجميع منصتا إلى بيريوس وألاجنا حينذاك. كان هناك كبيرهم زيوس وزوجته هيلين وأمور وباكوس ومينيرفا. مينيرفا أنت سيدة الغزل، ولكن يبدو أن ألانجا ستسرق منك الأضواء، إنها تغزل جيدا. وهي جميلة أيضا. زيوس هي فتاة رائعة ويحبها بيريوس. كفى ألاجنا، ألاجنا، هذا كل ما يشغل تفكيركم؟ سحقا. لا داعي للغضب، كل النساء هكذا. زيوس سحقا. بيريوس وجدتها. أصبتها. ها؟ ها؟ ما هذا الجمال؟ يا إلهي إنها جميلة. ها؟ أفيقي أرجوك تشجعي، هل أنت بخير؟ ارتعبت كثيرا عندما رأيت السهم يقذف نحوي. أنا آسف، كنت أحاول صيد غزال. لا بأس، أشعر بتحسن الآن. بسبب غيرتها الشديدة من ألاجنا قامت مينيرفا بإغراء بيريوس، فشعر بيريوس بانجذاب شديد نحوها. مينيرفا. بيريوس أنت هنا؟ دعنا نذهب لقطف بعض ثمار الزيتون يا عزيزي. لا أرغب في ذلك. فلنصد سمكا. لقد سئمت ذلك، أريد الذهاب. أوه انتظر يا بيريوس، بيريوس انتظر. ها؟ أوه. أوه. أنا آسف، سوف أصلحه في الحال وأبدأ من جديد. لا بأس، لا تهتم بالأمر، لقد سمعت ما فيه الكفاية. كان الأمر يختلف إن كنت تتقن العزف. نجحت مينيرفا في إغراء بيريوس وإبعاده عن ألاجنا. أرجوك اقبليني ولو خادما عندك، أنا لا أعبأ بشيء ما دمت بجانبك. أرجوك يا مينيرفا أتوسل إليك. ماذا فعلت؟
أرجوك سامحيني. يا لك من رجل، سأعاقبك سأعاقبك. تبا لي، إنه القماش الذي أعطيني إياه بيريوس. لابد أن مكروها ألم به، ماذا أفعل؟ تحققت مخاوف ألاجنا، فقد قاس بيريوس من مينيرفا التي حولته إلى حجر وتركته بمنحدرات جبال أوليمبس. لقد قام بيريوس بعمل أحمق حقا. عاقبته مينيرفا على حبه. المسكينة تقاسي الكثير. ألاجنا مسكينة. لن أيأس، سوف أجد طريقة ما لإنقاذ بيريوس. أنا مسكينة؟ هذا غير صحيح. التي تقاسي حقا هي مينيرفا، إنها تستحق الشفقة. مينيرفا حقا؟ هذا صحيح، مينيرفا هي التي حولت بيريوس إلى حجر بسبب غيرتها مني، صدقوني. ولكن حديثك هذا سيغضب مينيرفا كثيرا. أنا لا أخاف منها، ليست لديها الشجاعة الكافية لمنازلتي. نعم. نجحت خطة ألاجنا، فتخلت مينيرفا الغاضبة عن كبريائها وجاءت لتقبل تحدي ألاجنا. عندما سمعت مينيرفا بتحدي ألاجنا استدعتها إلى جبل الأوليمبس. أنت تعرفين أن حياتك ستنتهي بفوزي بتلك المسابقة. أعرف ذلك، ولكن لي رجاء واحد أرجو أن تقبلي به. رجاء؟ نعم، إذا فزت أرجو أن تعيدي بيريوس إلى حالته الطبيعية. أتوسل إليك. بيريوس؟ صحيح، إنه حبيبك، أليس كذلك؟ حسنا، أنا موافقة. ابدأ. وفي الحال بدأت كل منهما العمل بالنول. بدأت ألاجنا بغزل قصة البشر، وراحت مينيرفا تغزل قصة أوليمبس. أخذت كل منهما تعمل بالنول يوما بعد يوم. كان نسيج كل منهما في غاية الجمال، ولكن لدى اختيار أفضلهما اتجهت الأنظار إلى نسيج ألاجنا. قرر الحكام بأن ألاجنا هي الفائزة. لن أغفر لك أبدا. كيف تسخرين مني هكذا؟ لن أغفر لك. كيف تجرؤين على منازلتي؟ أيتها الفتاة الدنيئة موتي موتي. أيتها الخسيسة موتي. خذي خذي موتي 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 موتي. خذي. أرجوك أتوسل إليك أنقذي. إلى أين تذهبين؟ قفي. لا تفعلي ذلك، لا تفعلي. سوف أعطيك حياتي، أرجوك أرجوك أنقذي بيريوس، أتوسل إليك. ألاجنا! ماتت ألاجنا بعد أن ألقت بنفسها في البحر.
وشعرت مينيرفا رغم جبروتها بالحزن من أجل ألاجنا، فحققت أمل ألاجنا وأعادت بيريوس إلى حالته. ألاجنا! ألاجنا! أين أنت؟ عودي إلي ألاجنا، أتوسل إليك يا حبيبتي. بيريوس، أنا هنا بجانبك. ألاجنا، هذه أنت؟ لقد عانيت من أجلي يا إلهي. لا بأس يا بيريوس، أنا سعيدة، لقد نلت في سبيل الحب، والآن يمكنني أن أغزل أجمل الثياب يا عزيزي. هذا صحيح، تحولت ألاجنا إلى عنكبوت، وفي عصرنا هذا يمكنكم العثور على الكثير من العناكب وهي تغزل العديد من الشباك بين الأشجار.